أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها في بيان أصدرته عقب اجتماع رئيس الإقليم مع ممثلي الأحزاب الكردستانية، فيما أكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد الدكتاتورية والعسكرتارية في بغداد بحسب البيان. الاجتماع وهو الثاني منذ اندلاع أزمة قوات الدجلة بحث نقطتين أساسيتين: الأول تشكيل وفد رفيع برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني للتحاور مع ائتلاف الشيعي، والثاني اطلاع الأحزاب الكردستانية على نتائج المباحثات العسكرية مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة. كما أكد الاجتماع على ضرورة حل المشاكل بطرق سلمية، لكن من حق البيشمركة الدفاع عن نفسها وشعب كردستان. أكدنا على ضرورة الحل السلمي لجميع الأزمات والخلافات بين الإقليم والحكومة الفيدرالية، ولكن كما نعلم جميعا بأن القوات البيشمركة لها الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن أرض كردستان وشعب كردستان. ما زالت الأطراف الكردستانية في انتظار رد للرسالة الكردية التي وجهتها الأحزاب إلى التحالف الوطني، فإذا لم تنجح جميع الخطوات لإنهاء الأزمة هناك خيارات عديدة أمام الكرد، أهمها اللجوء إلى طلب حماية دولية باعتبار كردستان ما زالت تحت الحماية الدولية بحسب قرار 688. وربما يؤدي إلى أن يلجأ الكرد إلى استخدام التدخل الإنساني لقضيته باعتبار أنه قضية وطنية كردستانية، والكردستان بخريطته الحالية يعتمد على قرار 688، وعليه ربما يلجأ الكل إلى أوراق دولية وأوراق إقليمية. فيما يرى بعض المراقبين إن الأقلية التي تدار بها العراق منذ إلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية أقلية استعلائية وتلجأ إلى حلول عسكرية لإنهاء المشاكل. حلول عسكرية كانت متواجدة في أقلية تلك الحكومات العراقية، والحكومة العراقية الحالية أيضا فيها تلك الأقلية ويديرها تلك الأقلية القومية الشوفينية المتعصبة. وبحسب مصادر إن الوفد الكردي المفاوض أبلغ البارزاني بعدم موافقة رئيس الحكومة نور المالكي على سحب قوات الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أن المالكي لم يوافق أيضا على حل عمليات دجلة، ومن أصل 14 نقطة فقد وافق على 3 منها، لذا قرر الاجتماع الإبقاء على قوات البيشمركة في تلك المناطق. سرو عبد الواحد، الحرة، أربيل.